راك ربحت، مبروك عليك. واش المهم هنا بعدا؟ واحد الهديه تتمشي للدار واحد الهوا شوف. واحد الهديه قيمه ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك عليك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. درك جينا انا وخويا سفيان باش نشريو واحد الهديه، الهديه اللي تكون متميزه بمناسبه ليله القدر. ليله 27 ان شاء الله جينا نديرو كادو يكون مغاير على الكادوات اللي كنا موالفين كنديرو. كنا كنديرو القران الكريم، وفي هذا ليله 27 ان شاء الله غادي نديرو القران الكريم، غادي يبقى حقاش ما خصناش نستغناو عليه. وغادي نزيدو مع حوايج اخرى ان شاء الله. المهم نخليوها داكشي يبقى الناس اللي غادي يفوزوا ان شاء الله. وانا كنتواجدوا بالمتجر الاسلامي عند السي عبد الحق الضلعي، الحق الضلعي في الدار ديال شارع البني جديد، شارع علال بن عبد الله، يعني الدار ديال البني جديد. بالنسبه للناس اللي خصهم شي حاجه يعني اسلاميه، سواء اي حاجه خوتي، مصحف، التسابيح، مسجادات، ملابس ديال النساء يعني ديال المحجبات، كلشي كاين هنايا. مرحبا بكم عند السيد الضلعي. مرحبا. وغادي نديرو لهم الفيديو ديال كارت فيزيت. غادي نصور لكم واحد المقطع خفيف هنايا في المحل وتشوفوا شنو كيبيع و... يلا السلام عليكم، فرجه ممتعه. كملنا وشرينا الهدايا للناس، ولكن مول المحل ما خرجناش حتى حنايا كما نقولوا بلاش. حتى حنا عطينا هديه باش حتى حنا نحسوا بذاك الاحساس اللي كيحسوا به الناس. صراحه احسن هديه، احسن هديه واش هي؟ اللي هي الماء ديال زمزم. الماء ديال زمزم، شوف تبارك الله ما شاء الله. واحد الفرحه صراحه، والله الفرحه فرحه ملي عطانا هذا الماء هذا، والله العظيم. وقال لنا ما تشربوش حتى تقراوا عليه ما تيسر من القران ان شاء الله. داكشي اللي غادي نديو للدار ونقراو عليه ونديرو جغمه في الدار ان شاء الله. المهم هو الكادو، الهديه، هديه عظيمه. شكرا جزيلا ليه، وتحياتي لكم الاخوه. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من السلسله الرمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. الحلقه ديال اليوم حلقه خاصه، غادي تكون بمناسبه ليله 27 ليله القدر. بما انها خاصه اكيد حتى الجوائز ان شاء الله غادي يكونوا خاصه، جوائز اللي ما استغنيناش فيهم على القران الكريم، وزدنا جوائز اخرى ان شاء الله. خليكم معنا، نخرجوا شارع البركاني نسولوا ناس بركان، واللي جاوبنا ان شاء الله غادي يكونوا هاد الجوائز من النصيب ديالو. يلا نكتشفوا الاجابات ديال ناس بركان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم عبد الله. سي عبد الله، عندنا واحد المسابقه رمضانيه، نسولوا الناس في الشارع سؤال عنده علاقه مع اقليم مدينه بركان. تقدر تجاوب على هذا السؤال هذا غادي تربح معنا واحد الجائزه ان شاء الله قيمه. مرحبا، نحاولوا ان شاء الله. السؤال ديال هذه الحلقه، الملك محمد الخامس عنده جوج ديال الزيارات لمدينه بركان، اعطيني التواريخ ديال هذه الزيارات. وحده في 1975 والاخرى ما نعرف. لا نزيدك واحد فرصه اخرى. عارفش. لا فكر فكر. لا ما عرفتش. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. اسمك كريم؟ عبد الرزاق فتحي. سي عبد الرزاق فتحي. حنا كنديروا واحد المسابقه رمضانيه. كنسولوا الناس في الشارع. مرحبا اخويا. واللي جاوبنا كيربح معنا واحد الجائزه قيمه. ان شاء الله. بمناسبه ليله 27 درنا واحد الجائزه خاصه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تكون من نصيبك. ان شاء الله، علاش لا؟ الاسئله اللي كنعطيو ديما عندها علاقه غير بمدينه بركان. مرحبا. السؤال ديال اليوم، محمد الخامس كانوا عنده زوج ديال الزيارات لمدينه بركان، اعطيني التواريخ ديال هاد الزيارات اللي كان في بالي. فكر بالله عليك، نبقاو معاك هنايا حتى الصباح. رانا غير تفكر. شنو نقول؟ ماشي في جوايه 76 هكا قبل. كاين زوج، كاين زوج زيارات، عطيني الاولى وعطيني الزوج. والله ما عرفت. مشات مشات، ولكن مغامر جوايا هكا كاع 60 هكا. والله ما عرفت.
معليش مشات الحريره الحريره واه يا شاهد الكاميرا والصوت ياك الاضواء معليش ماشي مشكل مرحبا اخويا المهم هو المشاركه هو المشاركه هذيك هي كل شيء الله يهديك شرفتنا بالمشاركه ديالك معنا السلام عليكم وعليكم السلام الاسم الكريم هشام سي هشام الملك محمد الخامس عنده زوج ديال الزيارات لمدينه بركان اعطينا التواريخ ديال هذه الزيارات هذه على حساب اخويا ما عندكش اجابه لا والو كيفاش لك تفكر هو غنقعد جوج ديال الفرص نعطيك واحد جوج ديال الفرص قول واحد جوج ديال الملك قلتي محمد الخامس ياك محمد الخامس الله يهدي 1963 لا زيد لك واحد فرصه ثانيه 1965 لا ماشي مشكل مهم مشاركة هذا هو السلام عليكم عمي وعليكم السلام الاسم الكريم الدحماني حسن السيد الدحماني حسن حنا دايرين واحد المسابقة رمضانية كنسولوا الناس في الشارع واللي جاوبنا كيربح معنا واحد الجائزة قيمة إن شاء الله مرحبا سيدي مرحبا الله أودي بمناسبة 27 درنا واحد الهدية قيمة إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون نصيبك على شله ايوا على شله احنا الاسئله اللي كنعطيو عندها علاقه غير مدينه بركان مرحبا بسم الله السؤال ديال اليوم محمد الخامس كانوا عنده زوج ديال الزيارات لمدينه بركان ايه اعطيني اش من سنه كانوا هاد الزيارات يا ودي انا ما عرفش محمد الخامس غير اعطيني مثلا غير قرب لي الا قربت لي شويه تكون من الفائزين ان شاء الله قرب لك ماشي 65 لا 63 قبل 62 لا ماشي 62 61 ماشي حتى 61 معليش زيد المهم هو المشاركه مرحبا شكرا لك على المشاركه ديالك معنا ايه حنايا القانون ديال المسابقه واش كيقول حنا كنفوتوا اربعه ديال الناس في الحلقه فوت انا اربعه ديال الناس وما ربح حتى واحد وانت هو التالي وديما داك التالي كيربح معنا واخا ما جاوبش واخا مرحبا سيدي ها سيدي راك ربحت مبروك عليك واش هنا بعدا واحد الهديه تمشي للدار واحد الهوا شوف واحد الهديه قيمه ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليك الله يبارك فيك اخي عطينا واحد الكلمه للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه بمناسبه العواشر والعيد الاب ايوا سيدي مبروك عليكم العواشر الله يهدي ان شاء الله كل شيء يفوت بخير وعلى خير نطلبوا الصحه والسلامه وشويه ديال الخدمه ان شاء الله يا ربي ايوا نكونوا مزيانين ايوا العواشر مبروكه العيد مبارك ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله والصحه والعافيه ان شاء الله شكرا سيدي ومبروك عليك الله يبارك فيك وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد وعيدكم مبارك سعيد بالصحه والسلامه وجميع المتمنيات وكل عام وانتم بخير السلام عليكم خويا المحتوى ديالكم مزيان تبارك الله كنتفرج فيكم انت من المتابعين ديالك المتابعين ديالكم مع القناه ديال سوفي شو واليماني الله يهديك نتمنى لكم محتوى زين ونتمنى الاخوان اللي كيتفرجوا يديروا الابوني للشباب يدعموهم ومرحبا بكم تبارك الله عليكم بعد المناسبة نقول لكم عيد مبارك سعيد ونتمنى لكم صيام مقبول ان شاء الله وخليكم رمضان العقبة رمضان الجاي إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلى هنا أخوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية الحلقة نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة وكذلك استفدتوا من السؤال اللي طرحناه اليوم للمشاركين واللي كان الجواب ديالو محمد الخامس كانوا عنده زوج زيارات لمدينة بركان أش من سنة كانوا الجواب على هذا السؤال هو كانت سنة الأولى كانت سنة 1934 والزوجة كانت 1956 والزيارة الزوجة هي اللي كان جاء وفرق فيها الأراضي على ناس بركان خوتي قبل ما نقول لكم السلام عليكم ما تنساوش تبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم وديروا لنا جيم لا فيديو وتخليوا لنا تعليقات إيجابية للتشجيع شكرا لكم نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله